اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين، خلوني ارحب بضيفي وضيف حضراتكم في هذه الفقره، احد نجوم النادي الاهلي في عصور مختلفه، عصوره الذهبيه المختلفه الحقيقه، النجم الكبير كابتن احمد رؤوف. ازيك يا رؤوف؟ كابتن اسلام، ازيك يا حبيبي؟ ربنا يخليك. كله تمام؟ كل سنه وحضرتك طيب. الحمد لله. انا مش عايز اخلي اسامه يسلم اتنين راس حرب عليا النهارده، فيعني ارحب بيك يا ابو حميد. وخلي بالك كابتن اسلام، كابتن احمد رؤوف مدرب عام في قطاع الناشئين في النادي الاهلي في فريق 2006، وما شاء الله هيبقى حاجه في المستقبل. ما نقدرش ندخل في الناشئين عشان لا حاجه هتكسر الدنيا ان شاء الله، عشان الابطال او الاجبال مع الناشئين. مع كابتن اسامه طلعت حلقه قبل كده مع كابتن اسامه. لا يا راجل والله كانت حلوه. طبعا انا فاكر. لا كانت حلقه جميله. لا بس ما شاء الله هيكون مدرب ليه مستقبل كبير ان شاء الله. والله والفرقه انت بتقول لي بتاعته 2006، فرقه 2006 كمان ما شاء الله، فرقه حاجه، فرقه كويسه. حاجه مكسره الدنيا في المباريات، وفرقه مليانه. يعني شفنا احنا الفتره اللي فاتت 2001 و2003 والناس كانت معجبه بالمواهب اللي طلعها موسيماني وقدمها في كاس الرابطه. لما نشوف 2005 و2006 حاجه عندنا ما حصلتش. يحاولوا يلعبوا يعني هم كمان السنه الجايه، الكاس الجاي اللي جاي 8 منتخب مصر يا كابتن. 8 لاعيبه منتخب مصر. بسم الله ما شاء الله. معانا مدير فني كابتن سامر عبد الرحمن. مدرب كبير، مدرب كويس يعني. حقيقي. يلا يا رب كل التوفيق للنادي الاهلي وال2006 ولكل الفرق القطاع الناشئين. الحقيقه اللي واضح ان هو عامل مجهود كبير جدا جدا برئاسه الكابتن خالد بيبو والمدير الفني لقطاع الناشئين مستر بروكيتش. كانت حلقه حلوه الحلقه بتاعت بروكيتش. يعني انا اتفرجت عليها، اتكلمتوا في حاجات فنيه كانت واضحه جدا ان هناك سياسه عامه النادي الاهلي ماشي بيها في قطاع الناشئين. قبلها كان معايا انا خالد بيبو، الحقيقه برده كانت حلقه برده حلوه. والكابتن عرفنا ان النادي الاهلي ما لعبش ماتش الجونه والاسماعيلي والمقاولين كده يعني اللي هو يلا نلم شويه عيال من هنا وشويه عيال من هنا ونلعب. لا، عرفنا ان دي تحضير، استراتيجيه بقى لها سنتين شغالين بيها. فالحقيقه يعني استراتيجيه واضحه جدا بيعملها النادي الاهلي خلال الفتره السابقه. ولكن خلينا بقى نروح لكاس العالم للانديه. رؤوف، مهم جدا البدايات، دايما بدايه كاس العالم للانديه بكره هي طبعا في ظل وجود مباراه مصر والكاميرون هنتكلم عنها في الجزء الثاني، ولكن بكره افتتاح كاس العالم للانديه، جزيره الامارات هيلاعب بطل تاهيتي. يعني شايف البدايه ازاي في ظل مباراه مصر والكاميرون الناحيه الاخرى؟ هي طبعا حته البدايات طبعا زي ما حضرتك بتقول يا كابتن، انا شايف ان الجزيره طبعا بكعبها عالي طبعا في الماتش ده، طبعا بحكم الماتش في الامارات وعلى ارضهم. بس المشكله بعد كده احنا في النادي الاهلي بعد كده في الماتش اللي بعدها يوم السبت في غياب طبعا عناصر اساسيه في الفريق، دي هتاثر علينا. بس برضو نرجع نقول الجمله طبعا الاهلي من حاضر، بس انا اعتقد كبدايه بكره مش عارف برضو يا اسامه، انا اسف جدا يا رؤوف، ودي كلمه عايزين نتكلم فيها احنا الثلاثه، هل الاهلي بمن حضر او هل انت لما هتلاعب فريق زي مونتري برضو؟ ما هو ده طبعا الاهلي بمن حضر، وانا قلت ان روح الفانيلا الحمراء دايما بتبقى مختلفه، ولكن في النهايه في اساسيات المفروض بنلعب بروح الفانيلا الحمراء وبنلعب بكل الكلام ده. فريق كبير برضه، بس هتواجه فريق كبير طبعا. ده قصدي يعني، ما ده زي ما حضرتك تقول. بس انا كنت هكمل جملتي في الموضوع ده. انت عندك برضو يعني ست لعيبه عناصر اساسيه يا كابتن اسامه. طبعا الاهلي من حضر، بس انت بتقابل فريق كبير. يعني فرقه مونتيريف يعني فرقه كبيره. فبرضه غياب عناصر اساسيه من النادي الاهلي في قوام المنتخب، ست لعيبه هتقصر. سته مع الاصابات، سته مع بدر بنون، مع اكرم توفيق، مع الشناوي. لا، تسعه لعيبه، تيم كامل. فاعتقد برضه هتقصر. طيب، شايف برضه حته الولاد الصغيره اللي لعبت الفتره اللي فاتت، محمد اشرف، محمد مغربي، مصطفى شوبير، زياد طارق، محمد فخري. اللعيبه دي موجود، مصطفى مخلوف، موجودين دلوقتي برضه مع الاهلي في كاس العالم للانديه. هو المتواجد حاليا زياد طارق وفخري ومصطفى مخلوف حارس المرمى ومحمد اشرف الباك ليفت. هم دول تقريبا المتواجدين مع هم اثبتوا وجودهم في كان من حسن حظهم موضوع كاس الرابطه دي. فرقت مع العناصر قطاع الناشئين عندنا، وهم بصراحه ادوا بشكل كويس. بدليل ان مستر موسيماني خد في القائمه 4 5 لعيبه حقيقة. وهيكون ان شاء الله يكونوا متواجدين ويبقى ليهم مشاركه كمان. اعتقد محمد اشرف هيشارك. عجبك محمد اشرف؟ انا السنه فرقه 2001 السنه اللي فاتت مسكتها شويه. لا، لعيب علي معلول الثاني لعيب كويس قوي، باك ليفت، لعيب كبير عنده ثقه في نفسه كبيره. موهوب، لعيب موهوب بصراحه يعني. اعتقد هيبقى ليه دور. عايز اساله سؤال بقى كابتن اسلام، وهو كان مهاجم كبير
واحنا عندنا نقص في حته المهاجمين في كاس العالم للانديه. حسام حسن مصاب، محمد شريف موجود مع المنتخب الوطني، بيرستاو مصاب. مين بحسك الفني والتدريبي وكنت بتلعب مهاجم، مين اللي ممكن يشغل مركز المهاجم في ماتش مونتير اللي جاي؟ انا اعتقد ان مستر يعني اعتقد انا كنت لسه كنت بفكر في القصه دي، ان حسام مصاب، بيرستاو مصاب، ايوه، محمد شريف مش موجود. انا اعتقد ان مستر موسيماني ممكن يلعب من غير راس حربه، ممكن يلعب بشادو سترايكر، ممكن يلعب براس حربه وهمي. اعتقد انا بس يعني السؤال ما اعرفش، وانت النهارده لما سمعت كلام دكتور احمد ابو عبله ما يعني انا فهمت شويه ان ممكن حسام حسن بس قال حسام ماشيين معاه يوم بيوم يعني بنشوف بس يعني انا بشوف ان اقرب الاسماء ما اعرفش. اعتقد ان اصابه حسام حته السمانه دي ممكن ما يلحقش برضو. يعني انت بترشح ان او تؤيد ان موسيماني ما يلعبش بمهاجم في المباراه؟ مش هيلعب بمهاجم صريح، هيلعب ممكن اربعه، مكسوني، طاهر محمد، طاهر حسين الشحات، احمد عبد القادر، مفيش راس حربه اعتقد. ده كنت بفكر فيه الصبح النهارده في ظل الاصابات دي، اعتقد هيلعب من غير راس حربه. القادمون من الخلف، القادمون من الخلف، حمد امام الله يرحمه كان بيقولها، القادمون من الخلف في المباراه. وخلي بالك هو دي الطريقه، هو لعب كده بشويه بيرستاو، بيرستاو حتى في ماتش الزمالك بيرستاو كان بيلعب براس حربه وهم، فاعتقد هو ماتش مونتيرا يعمل كده. طب ما تقول لنا تشكيله كده. محمد هاني، ايوه، رامي ربيعه، ياسر ابراهيم، علي معلول، عمار حمدي، دول يعني اربعه. يعني كده موسيماني يلعب ورا اربعه ما يلعبش ثلاثه، هو هيلعب بثلاثه في وجود حمدي فتحي. اعتقد ما فيش حد يقدر ينفذ يلعب اربعه. عمار حمدي جنب اليو ديانج، احمد عبد القادر وقفشه، وحسين الشحات وطاهر. تشكيل حلو برضه، والله تشكيل برضه، يعني ما يخلكش تبقى مقلق قوي طبعا. ولكن ستظل برضه انت لما هو انت سامع بيني وبينك، هي برضه حسابيه لما تيجي تبص لها رؤوف، الموضوع صعب. يعني انا بفكر ايه، انا عندي 9 لاعبين مش موجودين ما بين اصابات وما بين تواجد في المنتخب، في نفس الوقت ما انا عندي مجموعه جيده جدا. ماشي، بس برضه انت الفتره اللي فاتت كلها كابتن اسلام انت في 8-9 لعيبه هم بيلعبوا. يعني في مثلا حسين الشحات بيقعد بيلعب، طاهر، ميكيسوني بيقعد بيلعب، عبد القادر، قفشه بيقعد بيلعب. يعني ده انت ما حطيتش ميكيسوني كمان؟ لا انا حطيته في ما انا حسين الشحات وقفشه وطاهر وعبد القادر. لا مش حاطط ميكيسوني. بس خلي بالك انت عندك برضه مباراه ممكن يعني لازم يبقى معاك عندك بدائل وورقه رابحه بره. مفيش حد يمكن الوحيد الورقه اللي تبقى بره مثلا ميكيسوني. عندك زياد طارق، لو زياد وفخري يعني ومحمد اشرف، بس برضو كعناصر الخبرات برضو مش موجوده في ماتش صعب وماتش مهم زي كده. فهو ده الحل الامثل. يعني مش عارف ليه انا شايف زياد طارق برضو من اللاعبين اللي من الممكن ان يكون لهم دور، ملعب حلو وجمهور وبتاع، ولا ممكن يتخض الولد؟ يتخض ممكن يكون بديل. بديل، لكن يبدا ياخد على الاجواء الاول، ياخد على الاجواء وشويه بشويه ياخد رتم المباراه وقاعد على الدكه بره، لكن يبدا هتبقى صعبه. ممكن نراهن على جمهور الاهلي في المباراه دي نسبه مليون في الميه. طبعا يعني جمهور الاهلي ممكن يعوض غياب معظم اللعيبه الغايبه والاصابات، ممكن يبقى هو اللعيب رقم واحد في الملعب. طبعا هيفرق كتير. بس هي بدايه الماتش، يعني بدايه الماتش ان اللعيبه دي برضه في لعيبه كتيره تلاقيها تتخض اجواء كاس عالم وهتتخض شويه، لكن مع رتم الماتش هيعدي، هتلاقي الدنيا مشيت، هتلاقي الامور مشيت يعني. طيب خلينا نروح يا سما لتقرير عن المونديال، نطلع نشوف تقرير عن افتتاح المونديال غدا ونرجع نكمل مع حضراتكم. طيب رجعنا لحضراتكم مره ثانيه. اعتقد ان شاء الله تكون البدايه جيده في مونديال الانديه، ولكن اللي يهمنا او البدايه بالنسبه لنا سما هتبقى يوم السبت ان شاء الله. ايه رايك في البدايه؟ ماتش صعب. محتاج تركيز، خصوصا زي ما بنقول لحضرتك كابتن 9 لعيبه غايبين من الفرق الاساسيه برضو. لا ماتش صعب. فربنا يكملها على خير باذن الله. عايز اكلمك عن 2 من العناصر الاساسيه والمهمه، علي معلول وديانج. 2 راجعين من منتخباتهم ما حالفهمش الحظ ان يوصلوا لابعد نقطه ويوصلوا للمباراه النهائيه. اكيد هيكون لهم دوافع جديده مع النادي الاهلي في البطوله اللي زي دي. يمكن دول هيبقوا يعني وجود علي معلول وديانج زي ما حضرتك بتقول يا كابتن هيفرقوا كتير معانا. يمكن هم دول من العناصر الاساسيه. ديانج خرج مع فرقه مالي من البطوله، علي معلول خرج برضو، علي معلول كان مصاب بكورونا قعد فتره ما بيلعبش. ففي دوافع، فيمكن هم دول اللي هيفرقوا، عناصر خبره، عناصر اساسيه، عناصر بتلعب، هيفرقوا كتير مع الفرقه. علي لطفي بيشغل حراسه المرمى يعني مركز مهم جدا.
كلمه منك لعلي لطفي. هو علي لطفي شارك في ماتشات صعبه، ويمكن قبل كده ماتش الزمالك شارك فيه علي لطفي وصد ضربه جزاء. فعلي قادر ان شاء الله على. طيب الفيفا بيحتفل طبعا بالنادي الاهلي، ولانه اكتر نادي لعب في هذه البطوله، وبالتالي بعض التيشيرتات بيمضي عليها بعض اللاعبين او كل اللاعبين، مش بعض اللاعبين الحقيقه، مضوا على التيشيرتات ورجعت للفيفا مره اخرى احتفالا بوجود النادي الاهلي في هذه البطوله. السنه اللي فاتت واحنا كنا في الدوحه، كابتن محمود خطيب يعني كتب على تيشيرت النادي الاهلي وبامضائه، وموجوده دلوقتي في المتحف. بالمناسبه اسامه، لانه مهم جدا، لان الكلام برضو كان في الامر ده. كابتن محمود مسافر بكره اعتقد، مش كده؟ ولا يوم اللي هو كان قايل يوم ثلاثه، يوم ثلاثه في الشهر ان شاء الله هيكون مسافر في ابو ظبي، مش كده؟ ما تعرفش؟ ما عنديش معلومه. لا انا عندي معلومه، يوم الجمعه ان شاء الله هيكون مسافر. دكتور سعد شلبي قال ان هو هيكون ان شاء الله متواجد يوم 3 فبراير ان شاء الله في ابو ظبي، علشان كابتن محمود على تواصل مستمر جدا مع البعثه. ما هو ده المهم، كل يوم مع المهندس خالد مرتجي، مع استاذ طارق انديل، مع الجهاز الفني والكابتن سيد وحفيظ. في دعم كبير لكل اللعيبه، ودايما في تواصل مستمر معاهم، وان شاء الله يعني يكون موجود. ان وجوده طبعا مهم، وشفناه في السفريات السابقه وفي البطولات المهمه وفي الماتشات الحاسمه وفي كاس العالم للانديه السابقه، كان دوره مهم جدا طبعا. لا مش السابقه بس، الحقيقه زي ما انا بقول لك في 2005 او 2006 مش فاكر واحده فيهم يعني، 2005 كابتن خطيب كان نائب رئيس النادي في ذلك الوقت، وكان معانا بيتمشى معانا في الملعب. فقال لنا يا جماعه، فشايفنا ايه اللي مصاب وقاعد واللي مش عارف، قال لك يا جماعه اللي انتوا بتعملوه ده على فكره يعني مش هتعرفوا تلعبوا كره تاني، يعني لما العمر يعدي وتبطلوا كره مش هتعرفوا تلعبوا كره تاني، دي الحاجه الوحيده اللي مش هتعرف ترجع لها مره تانية. فيعني الايام دي الواحد بيفتكر بقى الكلام ده، انت عارف يا رؤوف الحاجات دي لما تقعد تفتكرها، كنت ساعتها بتاخدها كلام بيتقال وخلاص، لكن دلوقتي لما تقعد تفكر في الامر ده فعلا هذه الحقيقه. صح كده. طيب زي ما احنا شايفين تيشيرتات النادي الاهلي، لعيبه النادي الاهلي بتمضي على تيشيرتات النادي الاهلي. الاهلي هيلعب مباراه صعبه امام مونتيري المكسيكي، ولكن في نفس الوقت في ظل كل المباريات اللي بتتلعب وغيابات كثيره جدا للنادي الاهلي، النادي الاهلي يستطيع في هذه المباراه على الاقل عندنا زي ما اسامه قال مجموعه جيده من اللاعبين اللي يقدروا يكونوا متواجدين، ولكن الخوف شويه دايما بيبقى من الناحيه الدفاعيه. يا رؤوف، ايه رايك في الناحيه الدفاعيه في ظل تواجد رامي وياسر وهاني؟ هاني كان بيشارك بصفه اساسيه، علي معلول بيشارك يعني، ياسر ابراهيم كان بيشارك، رامي قعد فتره بس يمكن الوحيد بيشارك على فترات بسيطه، بس رامي لعب كتير يعني. رامي من وهو صغير متصعد فريق كبير، لعب كتير، عنده من الخبرات تؤهل رامي ربيع اللي هو يعني هيأدي. فلا مفيش قلق. يمكن كنت انا بتكلم مع الكابتن اسامه بيسالني عن علي لطفي. علي لطفي اجاد في كل المواقف الصعبه، اخرهم ماتش الزمالك حقيقه شارك وصد ضربه جزاء ولعب وادى بشكل كويس. انت مطمن في وجود مصطفى شوبير الفتره في كاس الرابطه ادى. طب عايز اسالك عن برضو انت بتلعب مهاجم طاهر محمد طاهر، ودور المهم جدا سواء على الطرف او سواء برضو بيشغل مركز المهاجم الوهمي زي ما احنا ممكن طاهر يجي من الطرف الشمال او الطرف اليمين او حته راس الحربه الوهم عبد القادر. عندك في حلول وعندك سرعات زي طاهر برضو، طاهر حسين الشحات بسرعه في المساحات، قفشه عمار حمدي لعيب كوره، قفشه لعيب كوره، عبد القادر يمكن اللي هيبقى عنده الناحيه الدفاعيه، اليو ديانج هيبقى الوحيد اللي هيبقى ثابت في نص الملعب. لكن حته القدمان الخلف احنا اعتقد هو ده الحل الامثل في ظل الغيابات اللي موجوده. واحنا بنتكلم عن القدمان الخلف وطاهر محمد طاهر بيمتاز بالميزه دي، نروح دلوقتي لابو ظبي مره اخرى ومعانا زميلنا امير هشام، ومعاه لقاء مع طاهر محمد طاهر واحد من نجوم النادي الاهلي. تحياتي ليك يا كابتن اسلام، وتحياتي لكل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان، يعني على هامش معسكر فريق النادي الاهلي هنا في ابو ظبي استعدادا لكاس العالم للانديه. ان شاء الله الاهلي يكون موفق في هذه البطوله. معايا في هذه اللحظات لقاء هام جدا مع احد نجوم النادي الاهلي المهمين جدا جدا خلال الفتره الاخيره، واللي اكيد هيكون ليه دور مؤثر باذن الله تعالى مع الفريق في كاس العالم للانديه، طاهر محمد طاهر. يا طاهر برحب بيك في البدايه. حبيبي برحب بيك وبرحب كابتن اسلام، وطبعا يعني
المشاركه الثانيه ليا ان شاء الله في كاس العالم. اي لعيب بيكون بيتمنى الفرصه زي دي. والسنه دي برضو يعني داخلين بطموح مختلفه، السنه اللي فاتت حققنا حاجه كويسه، ان شاء الله السنه دي ان احنا نقدر نحقق حاجه احسن ونسعد الجماهير كلها ان شاء الله باذن الله تكونوا موفقين. لكن زي ما انت قلت وابتديت كلامك، دي مشاركه ثانيه ليك، اكتسبتوا بعض الخبرات على الرغم من ان المشاركه الاولى ليكم في كاس العالم للانديه جبتوا ميداليه برونزيه في انجاز جيد بالنسبه للنادي الاهلي وجمهوره. الفارق ايه ما بين المشاركه الثانيه بالنسبه لك والمشاركه الاولى؟ لا في اختلاف كبير طبعا، يعني المشاركه الاولى كان حتى كتوقيت كان بقالي لسه مثلا شهرين ثلاثه في النادي، ما خدش خبرات، ما كانش لسه برضو يعني اندمج بشكل كبير جدا زي ما هو مندمج، لعيبه كلها بين عيله واحده وبقينا متعودين كلنا على لعب بعض، فاهمين بعض في الملعب، فدي كلها حاجات يعني هتخلي في اختلاف ان شاء الله السنه دي في الاداء مع برضو الغيابات اللي موجوده. ويعني لعيبه النادي الاهلي يعني تعوض اي حد، يعني كلنا حتى باللعيبه الصغيره قدروا ان هم يلعبوا ماتشات في كاس الرابطه وياخدوا خبرات، فان شاء الله كلنا يعني شغالين بهدف واحد ان احنا نعمل حاجه كويسه ان شاء الله. نقطه الغيابات هي نقطه مهمه جدا جمهور النادي الاهلي كله بيفكر فيها، الناس كلها بتقول الاهلي بيمر بظروف صعبه السنه دي في كاس العالم للانديه، اللعيبه الدوليه الموجوده على المنتخب نتمنى لهم كل التوفيق، بعض الاصابات المؤثره كمان في فريق الاهلي. انتوا كلاعبين مشاركين في هذه البطوله هذا العام ازاي بتفكروا في البطوله في ظل الظروف الصعبه اللي بتواجهوها؟ بتتكلموا مع بعض بتقولوا ايه؟ عايزين نطمن جمهور النادي الاهلي في الجزئيه دي تحديدا يعني. لا احنا لما اتكلمنا ما اتكلمناش كتير، يعني اتكلمنا يعني عرفنا المسؤوليه اللي احنا فيها، وبالعكس يعني ما فيش اي ضغوطات ولا اي حاجه، بالعكس احنا كلنا يعني تحس في كده روح كويسه واحساس يعني حاسين ان احنا ان شاء الله هنعمل حاجه. والغيابات طبعا يعني غيابات كبيره، يعني انت لما تيجي تشوف مين الغيابات سواء كاصابات او غيابات منتخب فكلها لعيبه كبيره ولعيبه مؤثره، ف يعني ده ان شاء الله يعني مش هيبقى فيه اي ضغوطات علينا في الحوار ده، يعني ان شاء الله نقدر ان احنا نعدي الموضوع ده، واللعيبه كل اللي موجوده هنا ان شاء الله تبقى يعني تأدي بنفس الدور وان شاء الله نعمل حاجه كويسه. الناس ممكن تكون بتتكلم شويه على حته ان طالما الغيابات مؤثره وموجوده مع الفرقه فده ممكن يعطل او يقلل من طموح المجموعه اللي موجوده واللي هتشارك في البطوله، هل الامر ده حقيقي؟ لا مفيش كلام ده، يعني احنا عارفين احنا جايين لايه وعارفين احنا جايين، هي ماتشات يعني كلها مفيش ان انت مثلا هتجمع نقط او حاجه، هي هو ماتش واحد وتعديه وماتش اللي بعده وتعديه، مع الاختلاف طبعا في المستوى، مع الاختلاف في المدارس الكوره المختلفه، بس دي كلها حاجات يعني احنا درسناها بشكل كويس وعارفين الخصم اللي هنلعبه ولسه برضو هنشتغل عليه اكتر، بس لا مفيش كلام. طيب متابعين يعني الكلام برضو اللي بيتقال على بعض الغيابات الخاصه بفريق مونتري، هل انتوا بتفكروا برضو في جزئيه زي دي ولا مركزين ان انتوا نازلين المباراه عايزين تكسبوها ايا كان مين اللي هيبقى قدامكم في الملعب سواء الفرقه الاساسيه او حتى الفرقه الاحتياطيه في ظل الغيابات اللي قد تحدث في هذا الفريق؟ لا خالص، يعني انا مثلا على المستوى الشخصي انا بالنسبه لي سواء كان اللعيبه كلها او في غيابات انا بالنسبه لي هو فريق، انا ما اعرفش مين اللعيبه اللي هتلعب، يعني انا اعرف طبعا كارقام اعرف كاسامي، بس ما يعني سواء كان في اختلافات او حاجه انا بالنسبه لي انا نازل العب فريق المكسيكي، وسواء بقى كان عنده غيابات زينا او اكتر او اقل دي حاجه المفروض ما افكرش فيها اصلا، وننزل نلعب 90 دقيقة وإن شاء الله نطلع بالمكسب يعني بإذن الله. أخيرا وأنا بختم معاك، مهم قوي إن احنا آخد رأيك في منتخب مصر، مباراة مهمة جدا بكرة مع الكاميرون، حابب تقول إيه لزمايلك؟ أنت لعيب دولي وخدت بطولة أفريقيا الشباب مع المنتخب، فإيه اللي حابب تقوله لزمايلك في مباراة صعبة جدا مع الكاميرون وإيه الرسالة اللي أنت حابب توجهها؟ لا أنا يعني كلنا طبعا بنتمنى لهم التوفيق، وبطولة طبعا يعني ظروف صعبة بيمروا بيها هناك، بس ان شاء الله هم قد المسؤولية، احنا اكيد بنساندهم، بس احنا برضو هنا عندنا يعني شغل بتاعنا وهدف بتاعنا، فمش هقول لك يعني مش هنتفرج او حاجة، اكيد هنتفرج واكيد بنتمنى لهم التوفيق، بس احنا برضو هنا في يعني في حرب بتاعتنا برضو يعني.
بالتوفيق ان شاء الله. واخيرا حابب تقول ايه لجمهور النادي الاهلي؟ بقول لهم يعني لكل الجماهير طبعا الموجوده في ابو ظبي، يا ريت طبعا نشوفكم كلكم في الاستاد يوم السبت. ولجمهور الاهلي عامه ان شاء الله نقدر نفرحكم بالبطوله دي. السنه اللي فاتت قدرنا ان احنا نفرحكم بمركز ثالث، وان شاء الله السنه دي يعني مش هنبخل باي نقطه عرق، مش هنبخل باي حاجه، وان شاء الله نقدر نساعدكم يعني. بنشكرك يا امير، شكرا جزيلا، وكل التوفيق لطاهر وكل لاعبي النادي الاهلي. وان شاء الله يا طاهر يعني جمهور النادي الاهلي هيكون موجود ان شاء الله يوم 5 يوم السبت القادم امام مونتيري، الاهلي امام مونتيري، وهتلاقي دعم ومؤازره ومسانده كبيره جدا من جمهور النادي الاهلي. رؤوف، عايزين نروح بقى لمنتخب مصر. واحنا بنقول منتخب مصر بكره عنده مباراه مهم امام الكاميرون، وايضا منتخب الكاميرون من المنتخبات القويه. شايف حظوظ منتخب مصر بكره ايه؟ يعني انا شايف اللي هو ده الاختبار الاول اللي هو الصعب لمنتخب الكاميرون ومنتخب مصر. شايف كله بيقول كده يعني. لا انا شايف الكاميرون ما لعبتش حد صعب يعني. انا شايف فريق الكاميرون اثنين لعيبه، فينسنت ابو بكر 6 اهداف وايكامبي 5 اهداف. حقيقي يعني هم الفرودين هم عنصر الخطوره في منتخب الكاميرون. هو كل اللي بقى الكروسات والاطراف لفينس ابو بكر، واحنا لينا طبعا ذكرى مع ابو بكر ده في الجون الثاني في 2017 في النهائي، هو اللي جاب فينا الجون الثاني الماتش اللي خسرنا فيه 2-1. لا هو بيلعب هيدرز غير طبيعي الحقيقه، مش طبيعي، بيقف جدا، بيقف في الهواء، التايمنج بتاعه كويس، ولا وبيطلع وبيوجه في زاويه، لا وبيوقف، ده بيقف في الهواء، ده في الماتش اللي فات طلع بواحده في دماغه مش طبيعي. وكامبي ده برده اللاعب كويس قوي، بيجي من على الطرف اليمين ومن الطرف الشمال، جايب 5 تجوان برده. زي ما انت حاطط لنا من يعني تشكيل الاهلي المتوقع من وجهه نظرك، ما تحط لنا تشكيل منتخب مصر ممكن اللي يكون الاقرب بكره لمواجهه الكاميرون. ابو جبل، فتوح، منعم، عبد المنعم والوينش، وفي نص الملعب حمدي فتحي طبعا، والسوليه والنني، عمر كمال بكره، وعمر كمال ما فيش غيره بعد اصابه اكرم توفيق، محمد صلاح ومرموش ومحمد شريف. محمد شريف ده انت رحت لحته خارج التوقعات، مكان مصطفى محمد، محمد إن شريف. ان انت طبيعي تلاقي فرقه الكاميرون بكره بتضغط، هتلاقي في مساحات، انت محتاج سرعات قدام. وجهه نظر برضو احنا قلنا وجهه النظر دي في بقالنا فتره يعني. مش احنا كل الاعلام الرياضي كان بيقول ان مصطفى لعيب جامد جدا وكل حاجه، بس ما فيش حد يعمل له كروسات، ولكن كان هو مصر عليه. وانا لما سالت الحقيقه اسامه واحمد في الموضوع ده قالوا لي ان هو لانه مصطفى محمد بيرجع يلعب مع دور دفاعي، دور الدفاع، ومصطفى بيوديه بشكل رائع، اتقال لي كده. طب يا كابتن، ما محمد شريف ممكن طبيعه محمد شريف اصلا طرف، فطبيعي هينزل زياده في نص الملعب، فمتعود على الحته بتاع نص الملعب. محمد شريف في فرقه زي الكاميرون، فرقه تضغط، فرقه على جمهور روح قول لكارلوس كيروش بقى هنعمل ايه؟ هتلاقي في ضغط، هتلاقي في مساحات، يعني هتلاقي في مساحات كتيره في فرق زي الكاميرون بالذات، هتلاقي في مساحات عكس فرقه المغرب. لكن الكاميرون هتضغط، عايزين يجيب جون من البدايه، هتلاقي في ضغط كل ما الوقت بيعدي طبعا. هو هتلاقي في هم اللي عليهم الضغط، هم اللي عليهم الضغط، هم اللي عليهم الضغط، هتلاقي في مساحات. فاتت ربع ساعه، نص ساعه، هتلاقي في اندفاع هجومي رهيب طبعا، هيبقى في مساحات كتيره. طب ازاي نتغلب على الاجهاد بقى؟ انت لاعب خارج من ماتشين 120 دقيقه، هو فريق مريح لاعب قبلك بيوم، ازاي تتغلب على الاجهاد ده؟ برافو عليك يا اسامه، لانه انا في عمر كمال بالمناسبه واحنا بنتكلم، عمر كمال لو تاخد بالك في اخر تلت ساعه في المباراه مش قادر، لا تحس ان اللعيب اللي بيلعب عليه متفوق عليه سرعه، ومع ان اهم ما يميز عمر كمال السرعه. فبالتالي ده واضح ان هو اجهاد. فده كان بيحصل في اخر تلت ساعه حتى في المباراه كلها يعني. وبالتالي هل ده ممكن يؤثر بشكل سلبي؟ اعتقد يا كابتن، مع الرطوبه هناك، درجه الحراره هناك 40، مع اللي احنا لاعبين ماتشين ورا بعض، كوت ديفوار والمغرب، اكسترا تايم وضرب، يعني الموضوع صعب برضه يا كابتن. وهتلاعبوا الكاميرون، والكاميرون مريحه ومتعودين على اجواء هناك. تغلب على الموضوع ده ازاي بقى؟ ازاي؟ نتغلب يعني؟ لازم نقف شويه، مش لازم اندفاع هجومي برضه من البدايه، يعني في باص، في يعني اعتقد الكوره تمشي، لازم الكره اللي تمشي، مش عاوز سرعات. عمر كمال من البدايه شغال على الطرف رايح جاي، مش هيكمل. نفس القصه فتوح، يعني اكتر اتنين عليهم دور بكره هتلاقي فتوح يا كابتن وعمر كمال، ان كل لعب الكاميرون من على الاطراف، ان كلها كرات عرضيه للاثنين اللي هو فينسنت ابو بكر وايكامبي. طب الكرات الثابته بالنسبه لنا ممكن تكون مهمه؟ يعني احنا سجلنا منها في السودان، سجلنا منها في مباراه المغرب محمد عبد المنعم،
ممكن الكرات الثابته تخلص مباراه زي دي برضو؟ وارد، بس برضو ارجع اقول لحضرتك يا كابتن المكسبنا بكره في المرتدات، في المساحات هتكون في المساحات اللي هتبقى فاضيه في ظهر الكاميرا. يبقى هيلعب بمرموش بقى، لانه ما هو مرموش كده كده موجود. انا كنت بشوف انه ممكن يلحق بتريزيجيه او يبدا بتريزيجيه شويه، معرفش معرفش ايه وجهه نظرك. لا ممكن يبدا بتريزيجيه وممكن يحط مرموش راس حرب. يعني ممكن يلعب تريزيجيه طرف وصلاح. لا ما اعتقدش ان هو مش من نوعيه الناس اللي بتغير كتير، يعني لو غير هيغير واحد بس. لا كان قبل كده بيغير وبيغير في المراكز، لكن هو من مباراة كوت ديفوار اتعاقدنا مع مدرب جديد، اتعاقدنا والله العظيم فكر جديد وبقى بيثبت التشكيل بس يعني احنا ما غيرش غير واحد كده، مصطفى، وهيلعب مرموش راس حربة وتريزيجيه طرف. يعني واحد بس اللي اتغير، مصطفى محمد، ومرموش برضه راس حربة. ما خلي بالك ده كنا بالنادي بيه من كاس العرب وفي اول بطوله، ثبت التشكيل وكل واحد في مكانه. مصر كلها مصر كلها بتنادي بايه؟ تثبيت التشكيل، كل واحد يلعب في مكانه. لا والتشكيل معروف يعني. انت لما تيجي تتكلم تريزيجيه مكان عمر ولا عمر مكان تريزيجيه، بس بقيت التشكيل معروف. حجازي، منعم، فتوح. بصراحه فتوح برضو اللي بالنسبه لي مفاجاه كبيره جدا في هذه البطوله يا رؤوف. بص يا كابتن، نجم الماتش اللي فات ماتش المغرب احمد فتوح. بصراحه هايل هايل. لا بقى عنده ثقه كبيره. برضه ارجع اقول لك كابتن اسلام، الماتشات لا، بس انا متخيل ان الناحيه الدفاعيه تطورت بشكل كبير فجاه، لان احمد فتوح بيعرف يدافع كويس جدا، بيدافع وبيهاجم وبيروح ويجي. لا يعني خلي بالك انت النهارده بتكلم على كل اللعيبه، شفت محمد عبد المنعم لعيب صغير 22 سنه، يعني من هنا لهنا على طول، يعني اساسي وما شاء الله. الناس بقى بتقعد تقول لي ايه، اصل انا انت لما تيجي تقعد تفكر في محمد عبد المنعم ده تحديدا، تعرف ان هناك استراتيجيه في النادي الاهلي تخص النادي الاهلي وتخص المنتخب. بمعنى ما هو محمد عبد المنعم ده لاعب في ناشئين النادي الاهلي، ولا مش ناشئين النادي طبعا. الاهلي صح؟ طبعا. ايه اللي حصل؟ لعيب كويس وكل حاجه، ولكن محتاج ان هو يتم ثقله، فبيحصل ايه؟ فطلع اعاره سنه، رجع قال لك لا نطلعه تاني، طلع تاني وبعدين طلع تالت، وبعدين خلاص المدير الفني قال لك انا عايز ده، فاهم؟ فبالتالي ده استراتيجيه. ما هو دي الاستراتيجيه اللي كنا بنتكلم عليها في اول السنه لو تتذكر. ان احنا قلنا يعني شوف محمد عبد المنعم في سموحه السنه اللي فاتت يا كابتن، بالظبط كان دي بدايه التالق بتاع محمد عبد المنعم في سموحه. ده ليه؟ لعب خلاص، خد خبرات، خد خبرات، هيرجع خد الخبرات تقل، لعب ماتشات كتيره. رؤوف شرفت ونورت يا رؤوف، يعني سعداء جدا بوجودك معانا، والحقيقه دايما بنبقى سعداء بوجود كل نجوم النادي الاهلي متواجدين في بيتهم داخل شاشه قناه النادي الاهلي. انا بشكرك شكرا جزيلا. شكرا يا رؤوف، ونتمنى لك كل التوفيق ان شاء الله. ربنا يخليك يا كابتن. طيب انا برضو عايز اقول لحضراتكم ان شاء الله بكره هيبقى، هننتظر بكره اسامه، هننتظر ان شاء الله ربنا يكرمنا ان شاء الله، ان شاء الله بعد المباراه نحتفل ان شاء الله، ان شاء الله ربنا يكرمنا. وبكره مش هنطلع الساعه 10 بكره طبعا، كلنا هنقعد نتفرج على مباراه منتخبنا الوطني الساعه 9 ان شاء الله في الوقت الاصلي الساعه 11 زي ما يطلع بقى. يا رب تنتهي في الوقت الاصلي. لو انتهت في الوقت الاصلي هنكون مع حضراتكم الساعه 11، لو ما انتهتش في الوقت الاصلي هنكون مع حضراتكم بعد نهايه المباراه ان شاء الله. يا رب تكون احتفالات. اسامه بقالي كتير قوي ما شفتكش وما قعدناش مع بعض، النهارده قدام ملايين الجماهير اللي بتشوفك، يعني سعدت جدا بوجودك معايا، وطبعا ده برنامجك. انا بشكرك دايما بتكون موجود معانا وبنسعد بيك. انا بشكرك كابتن اسلام، شكرا جزيلا، ويعني استمتعت معاك بالحلقه ورجعتنا للذكريات الحلوه، ذكريات مونديال كاس العالم للانديه 2005 و2006، والذكريات الحلوه ان شاء الله بكره، يعني او يوم السبت بكره ماشي مصر وكاميرون، يبقى وشنا حلو، ويوم السبت ان شاء الله يبقى وشنا حلو على النادي الاهلي، ويبقى فيه انتصارات للكره المصريه. منتخب مصر بيمثل مصر، والنادي الاهلي في البطوله القادمه ايضا بيمثل مصر. احنا كده خلصنا البرنامج؟ لا ما خلصش البرنامج. امال ايه؟ يعني معانا بقى المتالق، متالق زميلنا محمد فارس، اللي برضه يعني هنشوف عنده الكثير والكثير دلوقتي. يعني بنقول لكل جمهور النادي الاهلي خلوكم معانا، خلوكم مع شاشه الاهلي، ما تروحوش في اي حته بعيده. معانا زميلنا محمد فارس، اتفضل يا فارس. اكيد بشكر كابتن اسلام وكابتن اسامه وكابتن احمد، اكيد استمتعت زي ما انا استمتعت بيهم، دايما بيمتعونا، وان شاء الله الاهلي في المونديال يحقق اللي احنا بنستناه. انتظرونا بعد الفاصل.